هاي زخارف ورود، هاي اسمها زخارف الورود. في منا فارسي، في منا عربي، في منا عثماني، في منا يوناني، حسب الزخارف. يعني هاي الزخارف يعني ممكن يجي خليط منه، هاي خليط مع بعض الزخارف. هاي زخارف، هاي عربية، زخارف عربية. أصدقائي يعني بعد زمان، الفن بده وقت، بده حالة نفسية تكون عند الإنسان، يحسن يكمل.